بونسوار. طيب الصيف حار عم بيسيطر على اجواءنا للايام اللي جايه، ولا بكره جونا صافي قليل غيوم، ودرجات الحراره رح تتسجل على الشكل التالي. نبدا جولتنا مع عكار و30 درجه، 33 بطرابلس، 32 بالعاصمه بيروت وايضا بصور. بننتقل لبعلبك مع 39 درجه، 24 باللقلوق، 38 بزحله و30 بجزين. نسبه الرطوبه عم تسجل اقصاها على السواحل 85%، رياح اتجاهها جنوبي غربي وعم بتسجل سرعتها 20 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فهادي. كيف رح بكفي طقسنا للأيام اللي جاية؟ إذا لبكرة على السواحل درجات الحرارة عم تسجل 32 درجة، اعتبارا من التنين ترتفع ل 33 درجة وتستمر على 33 لغاية نهار الأربعاء وجونا صافي قليل الغيوم. هون نوصل لختام نشرتنا، وطبعا منحذر من اندلاع الحرائق بسبب الطقس الحار، وأنا بلاقيكم بكرة بنشرة جديدة. تصبحوا على ألف خير.